ينبغي أن يكون حاضراً في كل أنشطتنا، فمراعاة البعد الوطني في جميع الأنشطة هو ضرورة. هذه السنة هي أننا انطلقنا في مؤسسة المهرجان، لتأسيس مؤسسة كرز لكي يصبح هذا المهرجان ينظم بشكل مؤسس بشكل منظم، ويتم الإعداد له طيلة السنة وليس فقط في الأشهر الأخيرة من السنة، حتى يعطى له ذلك البعد التنموي والثقافي والفني الذي نريده من أجل إقلاعة حقيقية تنموية للمدينة في كل المجالات التراثية والثقافية والفنية. الجديد هذه السنة هو أولا إقحام أبناء المدينة في تنظيم هذا المهرجان، وبالأساس لأن بالنسبة لسكان المدينة أهم فقرة هي موكب ملكة حبل الملوك. هذا الموكب لهذه السنة حرصنا على أن يكون من إنتاج شباب حرفيين، صناع تقليديين وفنانين تشكيليين من أبناء المدينة، هم الذين يسهرون على إعداد لوحاته وسيسهرون على تنظيمه من انطلاقة إلى منصة الضيوف. ما يمكن له إلا يضيف لي نوع من تحدي، وتحدي الظروف، تحدي العوائق ولا العراقيل اللي كيلقاوها الملكات اللي قبل مني، وبغيت نخرج منها ونخرج اللقب من النمطيه اللي كانت عنده. اون فوا كيتخذ اللقب صافي كل واحد كيمشي بحاله، ما كيبقاش تواصل، ما كيبقاش. حاولت اني نتواصل معاهم ونبقى مرتبطه، وغنبقى مرتبطه دائما بمدينه صفرو اللي هدتني هذا اللقب وناسها الكرماء. نقولوا في تنميه مدينه صفرو الجميله جدا، السياحيه بامتياز، خصها الاهتمام.